السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. اليوم بدنا نعمل واحد الوصفة خفيفة ظريفة، وصفة صيفية بامتياز مع دابا وقت الصيف. عندنا هذا تيكون التفاح موجود، نديرو بحال هاد الوصفة تكون هكا صيفية. هذه سلطة ديال التفاح بالفواكه الجافة، سهلة ومقادير بسيطة كذلك. بقاو معايا تشوفوا الطريقة. نحتاج لها التفاح، يعني اي نوع ديال التفاح عندنا، هو يفضل على عندنا التفاح الاخضر اللي تيكون فيه الحلاوه مع الحموضه في نفس الوقت. على ما كانش ممكن الواحد يخلط الانواع الاخرى ديال التفاح. عندنا هنا العنب المجفف، ممكن تستعملوا داك الصفر او الاسود. عندنا عصير حامض، وعندنا هنا شويه ديال الجوز او القرقع الوان نوتس، واستعملوا فيها اي مكسرات عندكم ماشي مشكل. هنايا يعني بديت تنقيو التفاح، تقشروه من القشره ديالو بالطبع، وتقدروا تقطعوه قطع صغيره كيف ما حبيتو، يعني اللي ديروا بهم واحد السلطه. هادو بديت في الاول درت شويه ديال الحامض على هاد القطع، باش لان عارفين بان التفاح تيتاكسد مع الهواء تيتغير اللون ديالو بحال البطاطس، فتنبداو نضيفو له الحامض. هنا تقريبا هنا كملت هذيك الكميه اللي عندي كلها ديال التفاح، ونصب عليها عصير حامضه او ليمونه كامله، ونخلط تيحافظ على هذاك اللون ديال التفاح، تيحافظ على هذاك اللون الحامض. نخلط مزيان حتى يدخل هذاك الحامض لجميع ذوك القطع، وتنضيف هنايا هذاك العنب المجفف. ممكن تستعملوا هذا النوع، ممكن تستعملوا على عندكم حتى العنب المجفف الاسود اللي تيكون عندنا ولا بني، اي عنب مجفف عندكم يعني ماشي مشكل، اللي متوفر في البيت. انا في الاخير غادي نزوق في الاخير حتى بالعنب المجفف الاخر، هذا اللي استعملت اللي نخلط في الاول. وغادي نضيف كذلك القطع ديال الجوز او لا القرقع، نحاول نقسمهم هكا بيديا ونقطعهم ونديرهم مع هذا الخليط ديال التفاح. الا عندكم حتى شي فواكه جافه اخرى ممكن تخلطوها، ماشي مشكل، ولكن هو الاصل هاد السلطه ديال التفاح تجيب القرقع، هذا هو الاصل فيها. ولا بغى الواحد يغير ماشي مشكل، صافي نستمر هكذا حتى عندك القطع اللي عندي كلها نكملها. هنا بالنسبه للصلصه ولا اللي نخلطوا بها هاد السلطه، هنا تاخذوا ياغورت يكون طبيعي ولا جريك يوغورت ولا دانون طبيعي، ياغورت طبيعي او لا زبادي، وتديروا نصف الكميه ديالو ديال المايونيز. على خديتي جوج معالق كبار ديال الزبادي او الياغورت الطبيعي، تاخذوا ملعقه ديال المايونيز، او لا ممكن تكتفي به بالياغورت الطبيعي، وتزيدوا عليه شويه ديال الملح وشويه ديال الفلفل الاسود على حسب الذوق. ما تنضيفوش الليمون الحامض لان ضفناه
الاول مع التفاح صافي، وتنخلطوا هاد الصلصه جيدا. يعني سهله جدا ولكن تعطي واحد الطعم رائع لهاد السلطه. انا قلت لكم اللي بغى شي ديال المايونيز ممكن يكتفيه بالياغورت الطبيعي مع شويه ديال الملح والفلفل الاسود، ماشي ضروري المايونيز. صافي نخلطها هكذا مزيان باش ما يبقى فيها حتى شي كويرات بحال هكذا، ومن بعد نضيفها على هاد السلطه ديال التفاح ونخلط. يعني هاد الكميه اللي عملت انايا كانت كافيه ليا لهاد الكميه ديال التفاح اللي عندي. نتوما تستعملوا الكميه اللي على حسب السلطه ديالكم شحال ديال التفاح فيها. صافي ودا نخلط هاد العناصر كلها. يعني السلطه سهله جدا وتتوجد في وقت قصير، يعني ما تتقبلش الوقت هاد السلطه. ممكن الواحد يحضرها هكا من قبل ويخليها في الثلاجه تبرد تكون احسن. المهم تخلطوا جيدا حتى هذاك الصلصه هذاك التفاح يتلبس بهذيك الصلصه كلها. وبالطبع هذا الذوقوا في الاخير تشوفوا على خاصه شويه ديال الملح ولا الفلفل الاسود. صافي هاي السلطه ديالنا راها جاهزه، غنوضعوها في اطباق التقديم النهائي. هي درتهم في هاد الاطباق الفرديه هكذا وزينتهم بشويه ديال العنب المجفف باللونين الاصفر والبني، ودرت شويه ديال القرقع من فوق للتزيين. راه تجي رائعه هاد السلطه ومنعشه في فصل الصيف. جربوها هكا للعائله ديالكم ولا عندكم شي مناسبه شي ضيافه توضعوها هكذا مع السلطات الجانبيه الاخرى. نتمنى الوصفه